أهلا بكم مشاهدين قناة الصحة والجمال، معكم أميرة يحيى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صالون الصحة والجمال. موضوع حلقتنا النهاردة إزاي نعرف نعيش حياة صحية عن طريق التغذية السليمة والحاجات اللي ممكن نقدر نعملها يوميا تفيدنا وتفيد صحتنا، وهيكون معانا ويشرفنا أخصائية التغذية نورهان أحمد. مساء الخير يا أستاذة نورهان، إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله بخير تمام. إزاي نعيش حياة صحية؟ شوفي، يعني اول ما بيجي في دماغ الناس اكل صحي، اول حاجه بيجي في دماغهم السلطه، الخضار سوتيه مثلا، الحاجات المشويه، الحاجات المشويه اللي هي بتبقى اقل خالص في السعرات الحراريه بالظبط. لكن الاكل الصحي هو انا قدامي دلوقتي الاكل فيه عناصر غذائيه اللي جسمي محتاجها. ايه هي العناصر الغذائيه؟ كربوهيدرات، البروتين، الفيتامينز، كل دول موجودين قدامي كده الاكل الصحي. وعلى فكره برضو في حاجه غلط ناس بتقولوها، ان هما دايما بيقولوا ايه الكربوهيدرات هو نفس البروتين هو نفس الفيتامينز. لا، انا عندي الكربوهيدرات لازم يبقى 50% من الاكل اللي قصادي كربوهيدرات، 25 دهون 20 بروتينات. مع ان الناس بيفضلوا ان البروتين هو يكون اكتر، يعني ده موروث خاطئ في بالظبط، ما هو كميه البروتين دايما او اللحوم لما تبقى كتير كده انت بتقوي الجسم اكتر. لا، ما هو دايما من زمان خالص يقولوا ايه، ده عاش ومات وهو بيشرب شاي بلبن وهو كويس جدا وبقى تمام. ده عاش، يعني اجدادنا زمان كانوا بياكلوا بروتينات كويسه جدا وكويسين، مفيش حاجه. الفكره ان دلوقتي الدنيا اتغيرت، دلوقتي في البيزنس بقى داخل في الاكل يعني بنسبه كبيره جدا. ما بقاش فيه الضمير بتاع زمان. وفي نفس الوقت كمان المنتجات الزراعيه وغيره ما بقتش زي زمان، لكن لا الهواء ولا السماد زي زمان بالظبط، وبيتحط لهم مواد كتير جدا. فعشان كده احنا لازم نظبط الاكل بتاعنا بطريقه، يعني مش نمنع، لا احنا ناكلها بطريقه صحيه كل حاجه. يعني ايه اكل صحي؟ الاكل الصحي اللي هو ايه؟ الاكل الصحي هو عموما هو اكل يعني بيبقى اكل فيه كل البروتين، يعني بروتينات ودهون وفيتامين زي ما قلت لك. يعني احنا لازم في الوجبه الغذائيه نتشبع من كل العناصر اللي محتاجه جسمنا فيها. بالظبط بالظبط. في ناس بيبقى عندها تاكل دهون بس، يعني في بيبقى عندها تاكل فيتامينز بس، لا احنا عايزين ننوع في كل ده وبطرق سليمه وصحيه، والطبخ يكون سليم وصحي كمان. هنتكلم ازاي الطبخ يكون صحي في طريقة التسوية، بس عايزين نتكلم على الروتين الأساسي اللي نمشي عليه حياتنا عشان نعيش بحياة صحية سليمة. تمام. أنا دايما بقول لما أي حد بيجي بقول له ستيب باي ستيب. تمام، خطوة يعني بخطوة. لأن دايما القليل المستمر خير من الكثير المنقطع. احنا نتعامل مع نفسنا كأننا بيبي. لما انت عندك بيبي مثلا بتبقى عايزة تأكلي له كل الأكل المفيد وعايزة تبعديه عن كل الأكل الوحش. فاحنا يعني ايه الاول كده مثلا انا كل واحد فينا عارف هو عنده اوفر دوز في ايه، يعني عارف هو مثلا بيشرب مثلا مياه غازيه كتير جدا، بياكل شوكليت كتير جدا، مثلا في ناس بتاكل بتشرب كافيين كتير، بتاكل فاست فود كتير، انا في ناس بتاكل يعني عندها مشكله في كل دول مع بعض. فلا احنا مثلا النهارده لو انا بشرب مثلا مياه غازيه، في بيشربوا 3 كنز في اليوم، كانت كتير جدا. لا في ناس فظيعه يعني. فبدل 3 النهارده نخليها مرتين مثلا، بكره مره، تعامل براها خالص مع نفسك ومش مره واحده تقطع. تمام. يعني انت بتقصدي ان انا ما اديش لجسمي شوك او صدمه، ان انا احرم المواد اللي متعود ياخدها مره واحده. بالظبط، وده اللي بيخلينا ما بنكملش لا على الريجيم، بنرجع تاني واسوأ من الاول. يعني بدل يعني تعامل مع نفسك كده براحه ستيب باي ستيب، بدل ما مره واحده الدكتور غصب عنك هتقطع مره واحده كل الكلام ده، فهيبقى صعب وهيبقى ساعتها تعبان. احنا بنمنع يعني امراض كتير، هنتفادى امراض كتير هتجيلنا. يعني بما ان حضرتك اتكلمتي على ان في بعض الناس بيشربوا ممكن 2 كنز او 3 او ليكن، في ناس الشهيه بتاعتهم مختلفه، يعني في ناس مثلا تقول ايه انا بجوع بسرعه، طب انا باكل وما بشبعش، ده انا بجوع حتى وانا باكل، يعني وانا باكل ستيل انا حاسس ان انا جعان، ده بيبقى السبب الاساسي. بصي، هو ده دايما بسميه اكذوبه الجوع، يعني انت مش جعانه. اصل مش لوجيك ان أنا كل واحد نفسي يعني. بالظبط، مش لوجيك ان كل واحد كل شويه عايز ياكل، يعني ده مش طبيعي. حاولوا اول ما تحسوا بالجوع تشربوا كوبايه ميه او كوبايتين، ومعلش يعني تستنوا يعني 20 دقيقه. هيحصل حاجه من الاثنين، اول حاجه يا اما هيختفي عندك الشعور بالجوع ده خالص، او لو انت فاكر ان انت هتاكل وجبه كامله مثلا، انت ممكن تاخد ربع الوجبه. طب يعني هي الميه نفسها بتاخد محتوى من المعده؟ الميه بتشبع، انت مش بيبقى جعان اصلا. اها، فاهماني؟
ويعني وبعدين مفيده، يعني انت اصلا مش بتبقى جعان، بسميه اكذوبه، انت مش جعان اوريدي بس انت عايز تاكل. فكرتيني بموقف في فيلم بتاع اكس لارج، ان هو لما قعد هو جعان 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 وهو محبوس جعان جعان، وجه في فتره من الفترات لما ما بقاش يفكر في احساس الجوع نفسه، وبقى يرسم او بيعمل اي حاجه انشغل. بايديه، قال انا مش جعان بالظبط. وخلاص يعني المعده خلاص يعني خيت على كده، لكن انت طول ما انت عمال معودها ان انت كل شويه تاكل تاكل فاوريدي خلاص. تمام، نتكلم على الوجبات اليوميه، 3 وجبات ولا 5 وجبات ولا 3 وجبات اساسيه وبينهم مقبلات وسناكس، ايه الطبيعي وايه الصح، ولا كل جسم بيختلف عن الاخر؟ بصي، هو الصح لو انا عايزه اقلل في السعرات الحراريه ان انا بدل ال3 وجبات دول 6 وجبات بس. ثواني، في فكره يعني مش 6 وجبات، لا، ال3 وجبات نقسمهم ل6، وجبه الفطار نقسمها مرتين، وجبه الغداء، وجبه العشاء نقسمهم. تمام. يعني هي نفس الوجبه. تمام. بس نقسمها مرتين 3. ده بسميه عندنا انت جسمك هيتحول لماكينه حرق، هتحرقي كتير جدا جدا. يعني عدد الاكلات او عدد مرات الاكل في اليوم هو اللي بيساعد الجهاز انه يقوم بحرق. حرق فظيع. وبس بس يا ما تزوديش في الوجبات، هي نفس الوجبه اللي هتاكليها بس مش مره واحده، لا تقسميها. يعني ما ناكلش لحد ما نشبع. بالظبط. يعني ناكل الى حد ما ونسيب. وبعدين في مشكله في الموضوع لحد ما نشبع دي، في ناس على طول تاكل بسرعه، تاكل وهي واقفه 5 دقايق وتروح يلا عندي شغل، عندي جامعه، عندي، لا يعني زي ما بتدوا كل حاجه وقتها وحقها، ادوا للاكل وحقه ووقته. يعني نمضغ بطريقه سليمه وبشويش وبالراحه بالراحه عشان الجسم يقدر يستفيد. وكمان بالزبط. جسمنا يعني بيقولوا ان الجسم ليه نفسيه. بالزبط. انت لو كلت بالراحه شويه كتير عينيك هتشبع من اللي قدامك. بالزبط. في الوقت ده وتحس ان انت ده صحيح. زمان لما كنا بنقول في ابتدائي اداب الطعام ولا اداب السفره، انت تقعد وبالراحه وتاكل، ده ما كناش بيقولوا اي كلام. المخ محتاج 20 دقيقة علشان يستقبل من المعدة ان خلاص الجسم شبع. انت متخيلة 20 دقيقة؟ يا نهار ابيض، دي معلومة جديدة اصلا عليا انا شخصيا. يعني انا باخد، يعني انا لو شربت حاجة دلوقتي هنتظر عليها 20 دقيقة عشان احس ان هي دخلت جسمي؟ بالظبط. ما دي الكارثة، ان الناس 5 دقايق ويلا وتقومي. وفي ناس بتفضل تاكل بسرعة بسرعة بسرعة. لا، احنا ناخد وقتنا خالص في الاكل وبراحتنا. يعني ايه مثلا، انت متخيله انت محتاجه 20 دقيقه عشان المخ يستوعب انت في نص، انت في ال 20 دقيقه دي انت عماله تاكلي ومش حاسه، انت ممكن تشبعي من اقل حاجه. طبعا. فده بيزود، طبعا بيجيب السمنه ويزود الدهون ويزود، لا، مشاكل كتير خالص بتحصل. تمام، اوكي. عايزين برضو نتكلم عن الرياضه. عايزين، هل الرياضه مهمه في حياتنا ولا لا، ونعمل ايه علشان فعلا العقل السليم في الجسم السليم؟ طبعا. طب والجسم السليم نخليه سليم بالاكل ونظبط العقل برياضه الجسم. بصي، الرياضه دي حاجه حلوه قوي صراحه، يعني شوفي اول ما جت الرياضه انا انبسطت. طب احنا هناخد معانا تليفون، مين معانا يا شباب؟ نغم من القاهره، مساء الخير يا استاذه نغم. ازي حضرتك؟ حضرتك عامله ايه والدكتوره عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. بصراحة أنا كنت عايزة أسأل سؤال، بس علشان يعني أنا كنت عايزة أستفسر إن الصبح مثلا أخد معايا في لانش بوكس إيه مثلا، علشان حضرتك يعني بتشتغلي؟ حضرتك عارفة يعني حضرتك يعني بكون بعيدة ومشواري بعيد وكده، فأنا كنت عايزة أعرف في حاجة مفيدة إن أنا أخدها معايا وكده. بتقعدي في الشغل قد إيه عدد ساعات العمل بتاعك؟ يعني ممكن، يعني ممكن 4 7 ساعات مثلا أو 6 ساعات، فانا عايزه افهم يعني عايزه اعرف. تمام، اوكي. بتفطري قبل ما بتنزلي ولا لا؟ لا، فعشان كده يعني انا بكون يعني متاخره ساعات كتير وكده. تمام يا نغم، هنرد عليكي، ميرسي لاتصالك. نغم بتنزل للشغل الصبح ما بتفطرش، بتقعد 5 6 ساعات تقريبا، عايزه تعرف تاخد معاها ايه في اللانش بكره عشان البوكس عشان تقدر تستفيد بيه طول اليوم. طيب، هي اول حاجه قالت هي ما بتفطرش. لازم الفطار، اللانش بوكس ملوش علاقه بالفطار. حلو. بصي، انت لو جبتي طفل كبير راجل عجوز ما تفطرهوش الا بعد ما بيصحى بساعه، مش هيتقبل منك اي حاجه. يعني في ناس امهات بتصحي ولادهم ويلا خدوا السندوتش في بقكم على طول يلا عشان ننجز. تمام. لازم ساعه بعد كده تاكدي عشان يستقبل الاكل منك، وما ينزلوش، محدش ينزل من غير فطار. ما نسيب يعني اللانش بوكس ده في نص اليوم. طيب، اللانش بوكس ده علشان هتعملي مجهود وهتروحي وتنزلي، حتى للاطفال اللي في المدرسه لازم يكون فيه يعني اكل فيه طاقه. تمام. زي مثلا ايه؟ يعني زمان ما كناش بيهزروا والله لما كانوا بيعملوا، عارفه العجوه بالسمسم؟
تجيبي العجوه. بس دي حاجه تقيله. مش تقيله، انا عايزه حاجه فيها طاقه زي زبده فول السوداني. وعجوه بالسمسم دي ممكن تعمليها في البيت، وفول السوداني ممكن، زبده فول السوداني ممكن تعمليها في البيت. تمام دي حاجات كلها بتدي طاقه. عايز اقول لك على حاجه، الفطار يعني بيبقى بسيط جدا، زي الجبنه، جبنه او بيض ومعاه اي خضار وعيش. طب هي لو ما لحقتش تعمل ده الصبح قبل ما تنزل تروح شغلها، يعني قامت بسرعه كويكلي مستعجله عايزه تلبس عشان تلحق الشغل بتاعها، تعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي تقدر تاخدها يعني حاجه بسرعه تاخدها وتبقى ادت نفس الغرض وفي نفس الوقت تاخد معاها ايه في اللانش بوك طول اليوم؟ لو هي ما لحقتش ممكن الكوكيز كامل حبوب. تمام. ممكن بسكوت اللي بالعجوه ده، حاجات بسيطه جدا واحنا سايبينها وعمالين نشتري في حاجات غاليه وملهاش، ممكن ملهاش اصلا نفس الفايده. لكن الحاجات دي انا عايزه حاجه تديها طاقه. طاقه بالظبط. تمام. واللانش بوكس نحط فيه ايه؟ اللانش بوكس نحط فيه ساندويتش جبنه، خضار، نحط فيه مثلا فاكهه، نحط فيه مثلا ايه تاني، العيش بتاعنا. بس الحاجات دي هي دي الوجبه الفطار الاساسيه الكامله. اهم حاجه وجبه الفطار قبل اي وجبه تانية. قبل اي وجبه، لان دي اللي هتديك الطاقه لكل ده. تمام. لكن دي اهم وجبه. يعني في ناس كتير قوي على طول ممكن قهوه او نسكافيه. لا مش قهوه ونسكافيه بس، وجبه الفطار دي حاجه اساسيه لا يستغنى عنها. يعني نرجع للرياضه عشان وشك يضحك وينور تاني. الرياضه، بصي الرياضه لو عندك ضغوطات، لو متضايقه وتروح الرياضه المود بتاعك هيختلف تماما. ودي حاجه علميه على فكره، مش بنقولها كده اكيد طبعا. لان وانت بتلعبي رياضه جسمك بيفرز ماده البيتا اندروفين. البيتا اندروفين كل ما بتعلى كل ما تحسي بالسعاده والريلاكس اكتر. تمام. في بقى نوعين من الرياضه، عندنا الكارديو وعندنا المقاومه. الكارديو ده اللي هو الجري المشي، المقاومه الحديد. وبقى في حاجه في الحديد تيجي البنات تقول انا ما ينفعش الحديد، انا كده هيطلع لي عضلات زي الاولاد مش عارفه. مفهوم خاطئ جدا ان اللي بيلعب رياضه بيربي عضلات وبعدها لو وقف الرياضه العضلات دي هترجع ان هي تترهل او تخس بطريقه معينه بالزبط. فمش تبقى حلوه. وكمان بقول لك حديد فتقولي لا انا خايف يطلع لي عضلات زي الاولاد. لا يا حبيبتي والله ما تخافي، انت ما عندناش الهرمون الذكور عندنا عالي زيهم. تمام. فاوريدي مش هيطلع لك العضلات بالنسبه اللي انت متخيلاها، لكن هيخليكي قويه كده وجامده وعارفه، مش كل شويه تقولي روحي بابا وجوزك افتح لي علبه الصلصه ولا مش عارفه ايه. لا عايزين ستات تجمد كده شويه والبنات تكونوا جامدين يعني. مش عايزين. وكمان عندها الارثيس اللي هو شاشة العظام بيأخر عندها، انت عارفة شاشة العظام ده اصلا بيجي كومون جدا للسيدات والبنات اكتر من الرجالة. فبيأخر عندك خالص وممكن ما يجيلكيش. هي الرياضة مفيدة عموما جداً في كل جداً. شيء مفيدة للجسم، حتى كمان تعقيبا وتأكيدا لكلام حضرتك ان احنا طبيعي ما ينفعش ان احنا ناكل بسرعة، يعني ناكل اول ما نقوم من النوم، لان لازم ناخد وقت ساعة حضرتك قلتي عقبال ما نقوم من النوم ونبدأ ناكل حاجة كبيرة او حاجة دسمة. الاجانب بيعملوا كده، بينزلوا يتمشوا الاول ويتريضوا الاول بعدين يرجعوا يفطروا. عشان كده شايفه ان هم بيبقوا بصحتهم قوي يعني. عشان هم عايشين حياه صح. بالزبط. الروتين بتاع حياتهم الصحي ماشيين عليه صح. وعلى فكره الحياه الصحيه مش منع. انا اخليكي تاكلي كل حاجه بس تتبخ بطريقه سليمه، وتكوني عارفه انت تاكلي قد ايه وفي وقت، يعني خليكي منظمه. كان بقول لك اتعاملي مع نفسك كانك بيبي يا جماعه. حلو يعني، دي حاجه احساس حلو ان انت تحافظي على نفسك وعلى رشاقتك وجمالك وكل الكلام ده. طيب احنا عايزين حاجات رياضيه سهلة نعملها في البيت أول ما نقوم، مش لازم نروح جيم. يعني احنا اتكلمنا عن الكارديو ان احنا ننزل ونتمشى أو نجري. تمام. ما عندناش الإمكانية بقى ان احنا ننزل ونتمشى بره البيت. تمام. بس أنا عايزة فعلا يبقى في روتين أمشي عليه في حياتي يكون صحي، أقدر أعمل إيه في البيت من خلال الرياضة؟ أسهل حاجة خالص إن أنت تكوني أكتف. يعني إيه؟ يعني ما تبقيش قاعدة والرموض قدامك، بتحصل كتير والله وشباب صغير. دي من مساوئ العصر. ما بقيناش حتى نتحرك على رجلينا. خليكي اكتف، عارفه بيقولوا ايه؟ دي بتروح وتيجي، ده نشيط كده وبيروح ويجي، مش لازم يكون بيلعب رياضه. يعني انت لو مش قادر تلعب رياضه، بدل ما يعني بدل الاسانسير استخدم السلم. بدل مثلا ما تركب عربيتك والمشوار قريب، لا خدها مشي. خليك اكتف. في البيت حاول ان انت تقعد تجري في البيت في مكانك. حاجات بسيطه جدا، حاول تعمل ضغط، تلعب تمارين بطن،
الحاجات دي كلها مفيده قوي قوي. والرقص كمان مفيد. والرقص مفيد جدا جدا طبعا. جدا. ان هو بيحرك كل خلايا وعضلات الجسم، كل حاجه بيحرك الجسم كله. وعلى فكره فعلا مفيد، وبيعملوا في الجيم زومبا طبعا، دي حاجه كورسات كتير جدا بالزبط. في حاجه زي كده وحلو وجميل، والمود بتاعها حلو، بتدي حيويه للجسم جداً. وبتدي نشاط، وفي نفس الوقت كمان بتظبط معالم الجسم. طيب احنا عايزين نتكلم على، يعني مش هقول نهاية حلقتنا، بس احنا عايزين نحط 1 2 3 علشان نعيش حياة صحية. عايزة المسج، وعايزة اخر حاجة من حضرتك بما انك اخصائية تغذية، وطبعا دكتورة استاذة نورهان البي جي بتاعها موجود معانا على الشات للي حابب يتواصل معاها، وتقدر ان هي تديله كل اللي هي بتقول عليه عصارة خبرة حضرتك ودراستك. يعني عايزين 1 2 3 كده عن حياتنا، ازاي نمشي عليها حياة صحية سليمة من اول ما نصحى من النوم لحد ما ننام. اوكي، اول ما تصحى من النوم نفطر فطار كويس اللي انا قلته، حاجات بسيطه جدا. تمام. طول اليوم احنا نقسم الوجبات بتاعتنا بدل 3 وجبات ل6 وجبات. تمام. النوم مفيد جدا. النوم الناس كتير بتشتكي من عندها، بيبقى عندها دهون في البطن، ده بسبب قله النوم، بيسهروا كتير وياكلوا كتير. الرياضه زي ما قلت برده مفيده جدا، زي ما قلت برضو اللي هو ما تاكلش مثلا فاست فود كتير، يعني غير في روتين حياتك بالراحه كده مع نفسك كده، وغير في الروتين بالراحه. ايه كمان اخر حاجه خالص؟ انك تكون سعيد وممتن، عشان نكمل الهيلث لايف ستايل بتاعنا، انك تكون سعيد وممتن بكل حاجه حواليك، وتكون راضي، وما يفرقش معاك كلام الناس، او تيجي لي مثلا واحده تقول لي انا عايز اخس عشان صاحبتي قالت لي ولا بنت خالتي قالت لي. تمام. لا، انت حلوه علشان انت نفسك كده، حبي نفسك بالظبط، وتكوني انت مبسوطه مع نفسك، وعايز تغيري من نفسك غيري من نفسك علشان انت عايز تغيري. تمام. طيب اخر حاجه بقى اللي هسالها لحضرتك، وطبعا انا كنت اتمنى الحلقه تطول معاكي اكتر من كده، دراستك. انا عارفه ان انت عامله دبلومه في التغذيه، وانت اصلا صيدلانيه. انا لسه بدرس صيدلانيه. حضرتك صيدلانيه اصلا. ايه اللي خلاكي انترست ان انت تدرسي او تعملي دبلومه تغذيه؟ هو جه بالصدفه البحته، يعني انا بحب ان انا اهتم بنفسي بقى، ورايحه علشان اخد كورس عادي خالص ان انا التغذيه وازاي اعرف اكل بس. تمام. الموضوع قلب معايا دبلومه، فقلت تمام. فصحابي بصراحه هم اللي اقترحوا عليا ان انا ليه ما فتش الناس، عشان كمان يعني افضل الفكره اللي انا درسته. فالموضوع جه كده يعني بصراحه. وبتطبقيه على اللي حواليكي وبتطبقيه على نفسك، وواضح طبعا ميرسي قوي. وبيجي لي فعلا كلاينتس عايزين يخسوا، وعايزين، انا بقيت مبسوطه وبعملها فور فري على فكره. ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب، واتمنى لك كل التوفيق والنجاح لحد ما الاقيكي اعلى دكتوره. ميرسي قوي، ربنا يخليكي. في نهايه حلقتنا بشكر اخصائيه التغذيه نورهان احمد، كنت سعيده معاكي النهارده. مرسي. جدا يا نورهان، كنت سعيده معاكم مشاهدينا الكرام، واشكركم على حسن المشاهده، ويا رب تكون حلقتنا عجبتكم. انتظرونا في حلقه جديده من حلقات برنامج صالون الصحه والجمال. تحياتي اميره يحيى، الى اللقاء.